اهلا شيخ الفل. ملفك بخصوص القرض صار كامل، ولكن ناطرين مسؤول التخمينات ليعطينا قيمة التخمين، وعلى ضوءها بنحدد قيمة القرض اللي بدنا نسلمك. حضرته المسؤول عن التخمين. بونجور جميل، قديش قيمة التخمين بملف مشو فلفل؟ $3,000. شو؟ $3,000؟ أعوذ بالله، كثير قليل $3,000. أبدا مش قليل، هيدا راس السعر، بعدين ما حدا رح يخمن لك إياه أكثر من 2000، أنا عم بخدمك كرمال مسيو محرز. يا مسيو محرز عم تضحكوا على الناس، نازلين إعلانات، وإنه أنتوا أول بنك بيعطي هالقرض، إيه لا، يعطوا قروض محترمة، يا بلا هالمسخرة. جميل، وين اللي طالب قرض عليا مسيو فلفل؟ هون برا. خلت تجي. زازا؟ زازا؟ هاي. هايدي؟ إيه نعم مسيو محرز، برأيك هايدي فيك تقلنا مرحبا تحت $5,000 بالليلة؟ ولا جميل؟ وكيف بتخمن وحدة مثل هالقمر بـ3000؟ مسيو محرز، أنا جماعة الماضي مظهر وحدة أحلى من هايدي بـ1000. روح من وجهي روح، أنا بكمل ملف. مبروك مسيو فلفل، رح تحصل على قرض المتعة بقيمة $5,000، وترجع لنا إياه مقسط شهرياً $220. مصرفنا لمتعة الزبون. وإذا شي شهر انكسرت على سند بناخد الفايدة من زازا. يا سندي ملا زازا. قرض المتعة، ما تستبعد شي.